لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. بالتمر لا اله الا هو اليه المصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده على ومجده واسأل عفوه وتوسله. وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل وصحاب ومن تلا. وبعد، فيا أيها القارئ به متمسكا مجبلا له بكل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والخلى. فما ظنكم بالذي عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا، بالبر والإحسان والخير والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، نسأل الله ألا يحرمنا أجرها وألا يفتنا بعدها. نجلس سويا على بواعد القرآن، حفص وورش وحمزة روايات في القرآن، يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر الصقا القارئ بمصر والعالم الإسلامي وعيد نقابة القراء ومدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة بنجاد محافظة البحيرة. نسأل الله له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من الله في شيء إلا الله نفسه
وإلى الله المصير. Yeah, I love you.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين مستين للتلاوة، تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر الصفاء القارئ بمصر والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء ومدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والمقيم بزاوية أمور التابعة لمركز ومدينة بيرينجان محافظة البحيرة. أما بذلك عنه تسمع قدرات الصوت العالمية والإنارة الكاه ورباعية والمعرض الفني ركبت ونهزت تحت إدارة وإشراف الحج فرس صالح أبو بلاوة، إدارة الشيخ صالح أبو بلاوة الصغلوسي المقيمين بقرية نجيب محفوظ، ونيابة عن عائلات الجرح وأسرة الراحل الكريم، يشكرون كل من جاءهم بالعزاء والمواساة والبقاء لله.